سبقنا بذكر الحصة الماضية السابع عن الفعل المضارع صحيح الآخر، وحكينا أن الفعل المضارع يا سابع أو قبل أقسام الفعل بشكل عام، أقسام الفعل بشكل عام. يلا في الأسماء الماضي والمضارع والأمر. أحسن، إذا تقسم الأفعال من حيث الأزمنة ماض مضارع أمر. كان كل حديثي الأسبوع الماضي عن المضارع. شو يعني فعل مضارع أو قبل؟ شو يعني كلمة فعل يا ريان؟ بحكيك فعل. أحسن، حركة، حدث، رائع. ما المقصود بكلمة المضارع؟ نعم، يعني حدث ما زال بزمن الحاضر أو في المستقبل. أحسن. طيب شو يعني صحيح الآخر؟ من موضوعي عن فعل المضارع صحيح الآخر. أحمد حلو، رائع. إذا لما أحكي لك إنك رائع يا أحمد تحكي لي لا، تخلو حروفه الأخيرة من حروف العلة. ما هي حروف العلة يحيى؟ الألف والياء. نعم، إذا طيب يعرب بالحركات اللي شو هي يا رائع؟ كله مراجعة. نعم، هاي كلمة بدي أسمعها، حركات الظاهرة. أما إذا انتهى بأحد حروف العلة شو بصير إعرابي؟ نعم تمام كنان، بصير إعرابي بالحركات المقدرة. حديثنا إن شاء الله في مبنى، حكينا الفعل المضارع يا إما معرب، خليها بس، يا إما مبني. شو معرب؟ يعني يعرب الظاهرة، كلمة الظاهرة بتهمني. حكينا إنه بيكون مرفوعا أو منصوبا أو مرفوعا أو منصوب، كلها مراجعة. وفي طلاب سألوه كانت سؤالهم كويس، حكوا يمس هل بيكون شو يمس لو ترجع شوي، هل بيكون الفعل المضارع مبني؟ مين بيجاوبني على السؤال؟ بدي أكتب قاعدة كثير. أمس لو كان في وراه هل بيكون الفعل المضارع مبني يا سابع؟ نعم إن شاء الله بالسنوات القادمة راح نتحدث عن هذا الموضوع عند اتصال بنون النسوة إلى آخره. خلاص، إذا مضارع مبني أو عفوا معرب أو مبني، مبني في السنوات القادمة. حضر دفتر القواعد شوية محمد. يلا خلص، يلا يا حلوين ركز معي الله يرضى عليك. أحمد تلخيص، كنا نكتب مع بعض على دفتر القواعد قاعدة تابع. نبلش تلخيص قاعدة الفعل المضارع صحيح الآخر، تاريخ اليوم خلاص 27/3. يا ريان اكتبي بالله اسم يوسف بس غلبك. طيب الآن دائما بس اكتب قاعدتي بخلي خطي مرتب، دفتر القواعد مرجع الي بالسنوات القادمه حتى يا سابع ان شاء الله. اقسام الافعال يا سابع، بلش كتابه معي، قاعده شرحناها وراجعناها. اقسام الافعال ماض ماض مضارع امر، ماض مضارع أمر. تمام، هاي أقسام الأفعال من حيث الأزمنة كلنا بنعرفها، ما في عنا أي مشكلة. فيك السؤال؟ تمام، خلينا نعرف الفعل أو نشرح الفعل بشكل سريع. هو ما يدل على الحركة، يعني مثلا أنا بدي أكتبه يا محمد باختصار أو هيك بلغة سريعة، الفعل هو الحدث، مضارع
انه حدث يدل على الزمن الحاضر. الفعل المضارع صحيح الآخر. الآن صحيح الآخر حكينا مرة أخرى، مين عرف لي إياه؟ شو صحيح الآخر بتهمني هاي؟ آه يحيى. آه. لا يحتوي. أحسنت. بس أهم شيء تضيف لي كلمة يا يحيى، مش هو كله ما يحتوي، شو هاي الكلمة؟ أحسنت، آخره. يعني باختصار حروف صحيحة، أهم شيء كلمة آخره. تمام. طيب يا حلوين، الفعل المضارع شايف كويس يحيى مني؟ طيب الفعل المضارع حكينا قبل هالمرة انه ماله معرب او مبني، مبني في السنوات القادمة، يبنى اذا اتصل مع نون النسوة او الى اخره. كيف يعني معرب؟ يعني اهم شيء نحكيها انه يعرب بالحركات على اخره. كويس يا ريان، ممتاز. عمار شو بتكتب؟ طب ليش ما حكيت؟ كان خلينا حدا يكتب لك. اعطيني اياه. يلا سابع. يعني سابع قصدنا نحكي يا براء انه يا مرفوع او منصوب الفعل المضارع او مجزوم. تمام رائد. طيب نبدأ موضوعنا إنه مرفوع أولا يا سابع، عندي لما بيكون الفعل المضارع مرفوعا. طيب هلا رح نكتب موضوع عنه. إذا جاء الفعل المضارع ولم يسبق نصب أو بحروف النصب أو الجزم فإنه يكون مرفوعا بالضمة.
طيب يعني مثال هلا نحكي كل هاي قاعدة شرحناها يا مش بس احنا بنلخص مثال لما احكي انتظروا مكالمتك يلا ما اعراب انتظروا يا مس ما اعراب انتظروا فعل مضارع مرفوع علامه رفع احسنت ما سبق لا حرف ضم نعم وين انتظروا مكالمتك يا علي اذا حكى لي يحيى فعل مضارع مرفوع بالضمة الإيش؟ طيب وين الفاعل للشطرين أشوف؟ يوسف وين الفاعل اللي بحكي إهدا؟ يلا وين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو أنا أنا نعم مين اللي بنتظر؟ أنا نعم والله اللي بحكي سكوت بالضمة الظاهرة أحسن والفاعل حكى لي زميلكم بدي ابحث عنه هو ضمير تقديره انا إذا هذا لما يكون غير مسبوق بشيء نعطي كمان مثال مين يعطيني جمل قيمة وجميلة من عنده لفعل مضارع مرفوع بالضمة يلا بس محارب الجندي في سبيل الله أحسنت رائع أحسنت ذهبت نعم أو ننتظر رمضان بشوق وشغف أحسنت ان شاء الله يا رب يلا تمام سابع طيب الآن هذا بالنسبة لما يكون مرفوعا استخرجنا الفاعل بكل سهولة إذن الآن الجزء الثاني لما يكون ماله يا سابع مرفوعا أحسنتم متى يسبق مين يعطيني القاعدة شو مين بيفهمني أشوف غيرها بدي طلاب شاطرين وجداد طلاب جدد يلا أمس أحسن إذا الحالة الثانية اللي بتعرض لها خلص حكيناها الفعل المضارع إنه يكون منصوبا يعني إذا الفعل المضارع يتحول من مرفوعا إلى منصوب من مرفوع إلى منصوب ما السبب اللي بيحول الفعل المضارع للمنصوب؟ دخول أحد حروف النصب ما هي حروف النصب؟ الكل بده يرفع إيده أحسن أن لن كي اكتب لي بالله علي أن لن كي حتى لام التعلم إذا هذا هو يا سابع موضوع النصب إيش عبد الرحمن في مشكلة؟ إيش في؟ طب خلص ركز معي إذا أول
سبع سبع إذا سبق بأحرف أو خلينا نحكي خلاص ماشي بحروف النصب بس أنا بكتب أنا طالب ويكون منصوبا طبعا لازم نعدد حروف النصب يا سابع زي ما حكيتوا لي إياها لن كي حتى شد ايدك يا سابع عشان رح نعطي اختبار قصير نهاية الحصة يلا والله يا مس ركز معي هي حروف النصب وبكون منصوب بالفتحة نعطي مثال سريعا طيب مثال مارسوا الرياضة كي أجدد نشاطي أمارس الرياضة كي أجدد نشاطي يلا يلا مين يعرف لي كي يا أسامة حرف نصب مبني حكت لكم تعرب حروف نصب مبنية نعم منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة تمام إذن أجدد فعل مضارع منصوب بكي لا ببعد وعلامة نصبه الفتحة بعدين بعدين تمام نكمل نكمل سابع وين الفاعل يا سابع أشوف وين الفاعل تقديره رائع يا عمر يلا ارتاح مستتر تقديره أنا آخر شيء عندي المجزوم يلا شد إيدك الآن حروف الجزم براء بدي يحكي لي شو حروف الجزم هون يلا يا براء ما هي حروف الجزم آي أم إس يلا براء
ثلاثة. مجزوم. شد ايدك. اذا سبق. اذا سبق بحروف الجزم احدها. تمام. تمام يا السابع. تكون مجزومة بالسكون. تكون مجزومة بالسكون. صلاة ضعيك لا تتحرك. ما هي حروف الجزم يا براء؟ حكيت لك جاوبني عليهم. إذا يا براء لا الناهية. أحسنت. لام الأمر و ولم. يس ممتازين. قصاي ركز معي بسرعة. مثال سريع عشان أخلص. معلش هلا بنزلها. يلا يلا. سابع بالله تركز معي. مثال سريع. لا تنام متأخرا. إذا ما إعراب لا وتنام؟ يلا الشطرين بسرعة. يلا يلا يا حلوين. يلا. لا حرف جزم مبني. حرف نهي وجزم هيك بحكي. تمام تمام. فعل مضارع مجزوم. مين اللي جزمه؟ اي ام اس. لا لا ناهية. اي ام اس شو بلال؟ ناهية. علامة جزمه السكون. وين الفاعل يا حلوين؟ يلا أشوف. آي رائد. رائع أحسنت. إذن ضمير مستتر. بدك أنت لحالك تقدر تطلع من الجملة الضمير أو ضمير الفاعل. أحسنتم. آخر شيء بس بدي أعطي فرق صغير بين لام الأمر ولام التعليل. مين يعطيني الفرق قبل ما أكتب؟ خليها عشان أوضح. يلا محمد أعطيني إياهم. وهي أصل حرف شو؟ ممتاز. لام الأمر تأتي لأمر الشخص مثلا ليحفظ كل شخص كرامته. أوكي. وهي مجزومة. أما لام التعليل يا محمد اللي الخلف حرف شو؟ تمام. وشو بتعمل يا محمد الرماوي؟ شو دورها اللام التعليل؟ نعم تنصبه وبتبرر. تأتي لتبرير المواقف والأسباب. أحسنت. طب ما الفرق بين لا الناهية ولا النافية؟ شطرين بسرعة. يلا كنان. نعم وهي حرف جزم. نعم. ولام لا العادية النافية. رائع. لا تؤثر على الفعل المضارع. يلا في احتمال نسامحك. لا تؤثر على الفعل المضارع يبقى مرفوعا. ما رح أكتب الفرق بين لا الناهية والنافية. أنت نعرفها. بس رح أكتب الفرق بين لا الناهية و كم باقي عشان الاختبار القصير؟ كم ضايل؟ طب يلا كويس. الفرق بين لا لا مش لا 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 البلعب يهدى ولام التعليل. إذا لام الأمر حكينا يا عمر حرف
حرف جزم وتأتي للأمر مكانك. أما نعطي مثال عليها لتدرس جيدا. هي حرف جزم. هلا ببعد. أما لام الأمر، عفوا لام التعليل، حرف نصب وتأتي لتبرر السبب. خلاص خلصت الصفحة. طيب أوكي، لتبرر السبب. خلاص ما راح أفتح صفحة جديدة. مثال بسرعة، أنت أكتبه من دون ما أنا أكتبه. نأتي إلى المدرسة لندرس. أعاد. نأتي إلى المدرسة لندرس. لتبرر الأسباب أو السبب. افتح صفحة جديدة وين ما بدك، بس رح أصغر خطي وأكتب جملة صغيرة عن اللام الأمر التعليل أحسن. هي هون يعني. إلى، ولا حدا رح يطلع، إلى المدرسة لنتعلم لام التعليل منصوبة بالفتح. تمام. الآن بعطيك اختبار. إيه؟ حال كيف تدرس جيدا. الآن سابع بدك تعرف بالاختبار، ترفع ايدك انا بختارك، بس اوعدك بعلامة بتاخدها اذا 5 من 5. اشي تاني نسجله عند العرفة. يا قصي يلا اكتب عبين ما يخلصوا اختبار قصير، واكتب تاريخ اليوم، اعرب ما تحته وخط لحتى يخلصوا. يلا مش مشكلة، عادي عادي، ما احنا عندنا كمان حصة. يلا لا مكانك، معلش محمد، يلا مكانك. اختبار قصير، اعرف ما تحته خط. سابع الكل يحاول يعرف حتى يكون 100% فهم القاعدة. يجتهد ريان. سابع، ليش الفوضى؟ يجتهد ريان لتحقيق الله يرضى عليك الفوز. الله يرضى عليك، خلص اهدى. ريان نعرف يجتهد وريان واللام في التحقيق. التحقيق مالكم، ركزي بالجملة هاي كويس، مش على طول حط لي لام أمر ولا لام تعليل. ركز. 2، لن أزور أو لن أتكاسل، مش مشكلة نفس الشيء، عن الصلاة في المساجد إلى آخره. أحسن. لن يا عمار وأتكاسل. يلا عمار ما أنت شاطر، أول واحد بتحله. تمام. هاي هذا خلص اختبار بسيط وقصير، بس بسرعة، ما كل مرة بنعطي اختبار سريع. في أي سؤال؟ يلا يعطيكم العافية يا حلوين. لتحقيقي، ركز.
مش كل لام بشوفها أمر ومش كل لام بشوفها تعليل، في لام بتدخل على الاسم. تمام، يعطيكم العافية.